تحشيد على الحضور وتأكيد مستمر من أجل إدامة زخم التظاهر والثبات على الاعتصام المفتوح، لينتقل هذا الأمر إلى التوجيه والتربية ورسم خارطة حب الوطن وزرعها في نفوس الأطفال. فهذا المسن تعود المجيء يوميا إلى ساحة اعتصام الديوانية برفقة أحفاده، متحملا عناء سير المسافات الطويلة ومتابعة ومراقبة من معه من الصغار، حيث أكد بأن ذلك هو مسؤولية وعلى الجميع أن يفهم أن العراق يستحق الكثير. جئنا لدعم المظاهرات، والمظاهرات طبعا الهدف منها هو يعني محاربة الفقر، لأن العراق خيراته كثيرة مع الأسف، لكن الفقر فيه عالي جدا، وهذا مؤلم. طبعا هذه حياة مؤلمة، عرفت شلون؟ واحنا أبنائنا هنا أيضا نعلمهم، نقول لهم يابا ما نريد الزمان اللي مضى علينا المر أن يمضى عليهم. أنا لما أعيش حياة مأساوية وحياة ظلم، يعني أتمنى أن أبنائي يعيشوها؟ لا طبعا، اعتيادي. أنا جيت ويا أبنائي وأبناء أبنائي، جيت أحارب الظلم، أحارب الفقر. وحين دققنا في تفاصيل الوجوه التي تأتي من أجل المشاركة ورفع راية التغيير والإصلاح، وجدنا شابين لم تتجاوز أعمارهم 16 سنة، قد منحهم أبويهما حق الخروج والمطالبة بحقوقهم المشروعة. لازم كل واحد حتى لو عمره يعني بلا والابتداء لازم يطلع، لأن هي الوطن إله، المستقبل إله، هذا أبو الأول وبالثاني وبالثالث، المستقبل إله. هسه أبو ال50 سنة من يطلع يقول لك أنا انتهى، يعني ما له مستقبل، خلصت. بس أنا قاعد أطلع على المستقبل الأصغر مني، مستقبلنا رايح نحو المجهول، ما نعرف شنو. خلصنا دراسة هسه، حتى كلية يعني طب الأسنان اللي كان تعينها مركزي هسه تعينها مو مركزي، يعني لو طلع طب لو تروح تشوف لك شغله. انت جاي ساحه اعتصام، شو تسوي؟ ويا هنا ويا اخوانك والنساء اللي جاي يشارك، جاي يسوي؟ نطالب حقوقنا. وهي حقوقنا، يعني انا بصوت شيء، انا طالب، انا الحمد لله والشكر على المدرسه زينه، متميزين، افضل مدرسه بالمحافظه، زين. بس اكو غيري قاعد على القاع، رحله ما لاقي ياخذ، زين، قاعد على القاع، صبوره ماكو، لا وسائل تعليمية حديثة، حالنا حال الدول الباقية. وتستمر قصص التعبير الحقيقي عن إرادة العراقيين بوطن خالي من الفساد المالي والإداري. تعددت الوجوه التي تبقى في شعاراتها وأصواتها المطالبة بإنصاف العراق الجريح من ساسته، كما تعددت مهامنا كقناة التغيير في رصد فعاليات من المشروع والسلمية في كل المحافظات المنتفضة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.